وكل لذة يحصلها الواحد منا في دنياه لا بد أنها إلى زوال، الفرح إلى زوال والحزن إلى زوال، هذا إلى زوال وهذا إلى زوال، ما من لذة تبقى ولا من هم يبقى، ما من لذة تبقى وما من هم يبقى في هذه الدنيا، أليس كذلك؟ هذا شيء ملاحظ. بعض الشعراء يقول: أيها الحامل هما إن هذا لا يدوم، فكما يفنى سرور هكذا تفنى الهموم، هكذا تفنى الهموم، السرور يفنى والهموم تفنى. أيها الحامل هما إن هذا لا يدوم، لا يبقى همك، لا يبقى، لا بد أنه سينقضي، فكما يفنى سرور هكذا تفنى الهموم. واحد لهذا لا ينبغي أن يعلق قلبه بالدنيا وبلذائذها ومسراتها، لأنها عن قريب تزول وتفنى. العاقل هو الذي دائما يفكر كيف يعمل العمل الذي ينال به لذة لا تفنى، نعيما لا يزول، الذي هو نعيم الجنة، أليس كذلك؟ الجنة وما فيها من نعيم لا يفنى لا يزول، فليحرص كل واحد منا على عمل يوصله إلى هذا النعيم الذي لا يزول.